حياتي الا انا لا محجه ولا منجه. عايشه ازاي هنا؟ عايشه ازاي؟ بتاكلي وتشرب ازاي؟ ولا معانا شيء. ولا انت عايشه لوحدك؟ معاكي 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 انسان بنت ولد معاك فيه الكهرباء في الدماغ. جات له منين دي؟ مريض من الحوسه برضو؟ من الدماغ اتضرب. انت كنت في دمار يا حاجه؟ كنا في دمار. ايوه. بيجي لك قوت يومك ازاي؟ انا سمعت ان مركز الملك سلمان بس هو اللي بيوزع اغاثات هنا صح؟ يقول لكن طبعا غير كافيه. ما هو حاجه واحده ما فيش معانا. ما معي برميل اشرب ماء. مي ما اشربه. مي ما اشربه. ما تردي لا مي قعي ولا معي حتى برميل. ما فيش مي اشربه بكلايا ساري. بتتلاقي تتعالجي ازاي؟ انا مريضه في اللي قلب وسكر. ولدي معاه داخل في كهرباء في الدماغ. طب قولي لي قولي لي يا حاجه المنظمات الدوليه بيجوا لك المنظمات بتاعت الاغاثه والامم المتحده بيجوا ولا لا؟ ما بيجوش. انت انا من الدول. انا ايه بالدول. انا بيقول لك يشوفوا احوالك هنا المنظمات الدوليه. يشوفوا احوالنا. مش مركز الملك سلمان، المنظمات الثانيه. ما انا ما قد شفتها. ما قد شفت لنا. طب عايزه ايه يا حاجه؟ تطلبي ايه؟ اطلب اكل ناكله، اطلب دفاع، اطلب فراش، اطلب ماء خزانه نشرب، اطلب مساعده. ولدي تعبان تعبان في كهرباء في الدماغ لا يخرج ولا يدخل. عايزه تروحي مستشفى يعني؟ اه شوقي يوم يدخلوا لي مستشفى. ما فيش مستشفيات؟ ما فيش معي. قالوا عندها كهرباء في الدماغ. مني فضل. ما فيش مستشفيات بتعالجكم؟ ما بلا مصر ولا المثلى. ما فيش فلوس. هي الاوراق الداخل ولي ولا معنا حدا. ربنا معاك ان شاء الله. يا جماعه احنا لسه في مخيم دمار في مأرب. نرصد من الواقع الاحوال والاوضاع زي ما هي. قصص انسانيه كتيره جدا، اطفال وامهات وناس تعرضوا لبطش وتعذيب. وطبعا المخيم هنا صحيح غير مش هو اللي كانوا فيه قبل كده، لكن ده انقذهم من الشارع ومن التهريب اللي هم كانوا فيه ومن بطش الحوثيين اللي خلاهم يتهجروا ويسيبوا اماكنهم. لكن ما زال طبعا بيعانوا، ما زال لهم معاناه، وما زال ان احنا مش شايفين على ارض الواقع دور للمنظمات الدوليه. وبس ولسه هنكمل وهنشوف موضوع عمل منظمات الاغاثيه والدوليه. خليكم معانا وتابعونا.